أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 35 من برنامج مدرس على الهوا. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض تشابتر 2 برضه من خلال السؤال كريتيكال ثينكينج، وهنرحب مع بعض بالضيوف بتوعنا مستر نبيل بكير، صباح الخير. صباح الفل يا مستر. مستر خالد عطية، صباح الخير. صباح الجمال. مستر خالد عبد الهادي، صباح الخير. جود مورنينج مستر. صباح الخير مستر صلاح. صباح الفل. تمام، هنكمل زي ما احنا متعودين مع بعض سؤال الكريتيكال ثينكينج في شابتر 2 ونتابع مع بعض. طبعا هنبدا الشابتر مع مستر خالد عبد الهادي، والسؤال الاولاني بيقول ايه؟ كويشن نمبر 1 بيقول when Fred suggests that Rassendyll shouldn't attend the coronation, the king seems surprised and asks Sept for advice. What does that tell you about the king؟ جميل. طبعا سؤال مهم جدا مستر احمد بيساله لنا، بيقول فريدز اقترح ان راسندل ما ينفعش يحضر الكورنيشن. ساعتها الملك was surprised، كان مستغرب، and asked سابت about his opinion، وسال سابت عن رايه. تمام. What does that tell us؟ ده يقول لنا ايه؟ طبعا يقول لنا that the king is not wise enough to take a decision alone. ما عندوش الخبرة الكافية والحكمة الكافية ان هو ياخد قراره لوحده. This is number one. Number two, he depends too much on other people. ايه كمان؟ Sept is more experienced. Sept عنده خبرة اكبر. And the king asked him in many things. كان دايما بيسأله في حاجات. ودي اللي هنلاحظه على مدار القصة بتاعتنا. يبقى لما نلاقي الملك cannot take his own decision, he only likes hunting and good food، ده يوضح قد ايه هو دايما يسأل اللي معاه. وهنلاقي ان بعد السؤال ده كلام سبت هو اللي مشي وفريدز هو اللي مشي، وفعلا راسندل couldn't attend the coronation. جميل. question number 2 بيقول why do you think Duke Michael tried to get rid of his brother by poisoning him instead of any other way؟ تمام. طبعا السؤال مستر احمد بيقوله ليه دوك مايكل tried to poison his brother، حاول يسمم اخوه instead of any other ways، بدل طرق تانية. دوك مايكل wants to get rid of the king، عايز يتخلص من الملك in a very safe way، بطريقة امنة. He didn't want anyone to notice that he's a criminal, he killed the king. مش عاوز يعرف حد ان هو مجرم او ان هو قاتل الملك. اي طريقة تانية كان ممكن تبقى واضحة، لكن he did that because he thought it is the best way to get rid of the king and to become a king، وان هو يبقى ملك. طبعا انه يمنع اخوه يروح يحضر كورنيشن، all people will be very angry. The army will be very angry. So it is a golden chance، فرصة ذهبية لدوك مايكل to take the throne، ان ياخد العرش. قبل ما مستر احمد يسألني السؤال اللي جاي واجاوب لكم عليه، الاسئلة المهمة اللي بتدور فآراء الطلبة كتير جدا وبيسألونا فيها، عاوز أقول لكم إن كل الأسئلة ديت موجودة في كتاب مدرس على الهوى اللي إحنا جهزناه لكم وحطينا لكم فيه مجموعة رائعة من الامتحانات ما بيخرجش منها امتحان. كل جمل الستودنت بوك، الورك بوك في القصة وفي غير القصة في الجرامر موجودين في الكتاب. يعني نتوقع دايما إنك تاخد الكتاب ده هتلاقي نفسك بتمتلك مجموعة من الأمثلة اللي اتحطت والاسئله اللي اتحط فيها خبرات مدرسينا وخبراتنا في السنين معانا، مثلا مستر نبيل بكير، مستر خالد عطيه، مستر صلاح عبد الله، اند ماي سيلف مستر خالد عبادي، مستر احمد. اقل واحد فينا في التدريس بقاله 25 years، 25 سنه خبره، حطيناها لكم في الكتاب ده، نتمنى انكم تستفيدوا بيه ان شاء الله. السؤال اللي بعد كده بيقول why do you think that sorry number 3 why do you think that Trudel really believed that he was the king in the capital city. مستر احمد بيسالنا وبيقول ليه رودولف راسندل افتكر فعلا ان هو the king when he was in the city in the capital في المدينه. امتى راسندل عشان نوضحها للطلبه بتوعنا فكر نفسه انه ملك؟ during the coronation، اثناء الكورونيشن. when he arrived at the station، لما وصل المحطه، and was met by Marshal Strachan and walked together with Sept and the Freds، ومشيوا in the procession في الموكب. تخيل نفسك ماشي في موكب and all people cheering، كل الناس بتهتف لك،
كلابينج بتسقف لك throwing you with some flowers بيرموا عليك زهور sure you will feel that you are the king طبعا حس انك ملك عايز ايه تاني الناس بتهتف لك وبتسقف لك وانت ماشي معاك الحرس بتاعك والبروسيشن الموكب الجميل يبقى راسندل felt that he really the king because of the cheering the ribbons the flags the clapping التسقيف والهتافات والموكب والزهور اللي بتترمي عليه والاعلام والرايات كل ده طبعا لازم يخليه يحس ان هو ماشي ملك question number 4 بيقول why do you think that Fritz and Sept locked up Johann's mother with the king ده سؤال طبعا صريح جدا وواضح بيقول لي ليه سبت وفريدز لوكد اب حبسوا يوهان ذا ماذر حبسوها ليه لما كانوا في الهانتنج لودج اوف كورس سبت didn't want ديوك مايكل تو نو ذات ذير از سام وان كولد راسندل ويل بلاي ذا رول اوف ذا كينج سبت مش عاوز حد يعرف ان في حد اسمه رودولف راسندل ويسر روتينيا وهيلعب دور الملك تحديدا في التوقيت ده اند اوف كورس يوهان ذا ماذر هيرد ذيم شي نيو their plan عرفت الخطة بتاعتهم and sure she would tell Duke Michael هتقول لدوك مايكل على كده وقعد يقول لي طب ما هو دوك مايكل عرف بعد كده ماشي هو عرف أثناء الكورونيشن وعرف ان هو ده مش أخوه but he cannot say anything حتى دوت ينبثق منه سؤال تاني يقول لك when do you think Duke Michael has a crippled tongue انت دوك مايكل كان لسانه crippled يعني كسيح اتشل في لسانه مش قادر يتكلم He knew, he realized that that is not his brother, but he couldn't speak. مش قادر يتكلم. Why? The time is not suitable. الوقت مش مناسب. لكن لو عرف قبل كده كان ممكن يتصرف. كان ممكن بعت رجالته تخلصوا منهم قبل ما يوصلوا. فكان سبت حريص. So he and the Fritz looked her up. Question number 5 بيقول why do you think that Sept told Rosendell the history of the king's life? ده سؤال برضو جميل سبت ليه قال راسندل the history of the king وده كان وضحه لنا برضو مستر نبيل وعملين عليه ستريس هو سؤال مهم of course he must tell him everything about the king طبعا لازم يقول كل حاجة عن الملك he told him how to speak how to walk what to say what not to say how to deal with the people how to live the life of a king وطبعا كان مستر صلاح برضو أشار لنا جزئية And Rosendell was well educated and he knows how the kings are treated and that helped him وده ساعده طبعا لكن لازم سبت واحنا قلنا في نهايه الحلقه اللي فاتت ان سبت وفريندز كان لهم دور كبير جدا 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 ان هم ساعدوا Rosendell to play the role of the king successfully and one of them by telling him how to speak like the kings how to walk like the kings to tell him about the people that he will meet during the coronation. For example, this is Princess Flavia, this is Duke Michael, and so on. جميل. ننتقل على مستر صلاح عبد الله ونشوف السؤال اللي بعد كده. Question number 6 بيقول The king used the word cousin when he first met Rosendell in the forest of Zenda. How do you think that he knew that Rosendell was a distant cousin? It's a very wonderful question. احنا جمعنا السؤال هنا بصراحة احمد بيقول لنا عليه ان ليه ذا كينج قال على طول لراسندل ماي كازن ايه اللي خلى قال ماي كازن في الجزئيه يا جماعه هنا لازم هنعمل ديدكشن في الفورست في الغابه يا جماعه وين ذا كينج ميت راسندل هي اسكت ساب عند فريدز هو از ذيس جنتلمان من هذا في اللحظة دي سابت يا جماعة talked to the king quietly في الجزئية هنا عايزين نعمل deduction سابت talked to the king quietly what did سابت tell the king he must have told him about Rosendell's story تأكيد قال قصة Rosendell and told him about Rosendell's grandmother who married one of the royal family Eurotinia. يعني احنا هنا عملنا استنتاج بتاعنا deduction هنا يا ترى سبت talked to the king quietly قال له ايه حاجتين king Rosendell's story and about Count Emilia who married one
of the Elvergis family. يبقى هنا بنقول عشان كده قال انت my cousin distance على بعد ابن عمي بس من بعيد شوية. يبقى ما كانش الملك هيقدر يقول كده ابدا الا في السببين دول. لما يعرف رسينت ستوري وكمان لما يعرف about his grandmother Count Emilia who married one of the Ruthenian royal family. Good. Question number 7 بيقول why do you think that Rassendyll believed that the king might be angry to see someone who looked almost exactly like him. هنا يا جماعه السؤال بس احد بيقول ليه محتمل طب مش اكيد او ربما الملك يغضب ان يكون في حد شبهه. يعني الملك هنا ممكن يغضب في احتمال يغضب ان في حد شبهه. Perhaps king have might have no double. كل ملك مش عايز حد زيه. He want to be the only one. He has no double. And this might cause a lot of problems. ان في حد شبه الملك يعمل مشاكل كتير. النقطة بعد كده مهمة جدا ان people might mistake the king for Rassendyll and mistake Rassendyll for the king. يعني ناس ممكن تشوف Rassendyll تفتكر الملك وتشوف الملك تعتبر ان هو ايه Rassendyll. يبقى هنا people might mistake Rassendyll for the king and people might mistake the king for Rassendyll. Question number 8 بيقول why do you think the king means when he says to Rassendyll you can't help looking like me. هنا يا جماعه you can't help looking me يعني الموضوع ده مش بايدين Rassendyll ان هو يبقى نفس شبه الملك. الملك بيقول هنا he means الملك يقصد هنا it is not Rassendyll's fault مش خطا ولا غلطة عند راسندل إنه هو شبه الملك. We can't shape ourselves. We can't shape ourselves. إحنا ما بنشكلش نفسنا. ما بنعملش واحد شبه التاني. فدي it is not Rassendyll's fault to look almost exactly like the king. But the king knew that because Count Emilia married one of royal family in Ruthenia. جزء يا جماعة هنا يبقى هنا ملك you can't help هنا معناها مش بإيدك لكن أنا عارف لما سمع في السؤال بكده بهدوء وسمع لمين لسبت وحكاله عن Rassendyll يبقى هنا بنقول إن the king means it is not Rassendyll's fault to look almost exactly like the king but he knew that because Count Emilia married one of the royal family in Ruthenia and we can't shape ourselves. جميل. Question number 9 بيقول Michael invited the king to stay at the hunting lodge for a few days before the coronation. Why do you think he did that? يبقى يا جماعه السؤال بس احد بيقوله يعني ليه مايكل دعا اخوه رادولف ان هو يقعد شويه في الهانتنج لودج قبل الكورونيشن. ليه جابه؟ هل هو مثلا فعلا loved his brother؟ لا. مايكل was an evil man. رجل شرير. مايكل was an evil man. He was planning to get rid of the king. He was planning. كان بيخطط علشان يتخلص من اخوه. He was planning to get rid of the king and he will be the king after that. So he prepared poisoned cakes which he sent to his brother Rudolf. He prepared poisoned cake because he knew the weakness point of his brother. نقطة ضعف عند أخوه إن هو prefer eating. بفضل he prefers eating. So he prepared poisoned cake which he sent to his brother Rudolf. يبقى هنا ما كانش ابدا ان ديوك مايكل بيدعي اخوه because he loved him. No, Michael was an evil man. Michael
was planning to get rid of the king. Michael wanted to be the king. Michael prepared poison the cake which he sent to his brother اللي بعته لأخوه رادولف. جميل. Question number 10 بيقول The king says to Rassendel you must eat with me tonight. What does this tell us about the king? This tells us about the king. The king prefers food. Prefers good food. He even believes that good food is better than sleep. Good food, he believes that good food is better than sleep. He preferred eating to action. بيفضل الأكل عن أي شيء تاني. يبقى هنا ده بيبين قد إيه الملك بتاعنا was very interested in food. يهتم جدا بالطعام and he even believes that good food is more important than sleep. آخر سؤال مع مستر صلاح كان بيقول إن هو الملك بيفضل الطعام عن السليب. هنأكد الفكرة مع مستر نبيل. والسؤال بيقول Do you think it is right to believe that good food is more important than sleep? مستر أحمد بيقول هنا هل تعتقد إن الجود فود is more important than sleep يعني أكثر أهمية من النوم؟ In my opinion I don't agree. مش موافق. Food is as important as sleep. We can do without either of them. ما اقدرش استغنى عن اي منهم سواء النوم او الاكل. Any addition to that. We eat to live. احنا بناكل عشان نعيش. عشان نعيش. But we don't live to eat. لكن مش بنعيش عشان ناكل. عشان ناكل. وكان yeah, both of them are important. Okay. We can't do without them. Okay. Question number 12 بيقول Do you think a man like Rudolf Elfberg can run his country well? Say why. المستر بيقول هنا هل تعتقد واحد بشخصية إلفبرج يقدر يدير البلد بتاعته؟ I don't think so. لا أعتقد ذلك. Because leadership القيادة needs good qualities تحتاج صفات جيدة. Our king Rudolf Elfberg is the naive ساذج silly man راجل تافه weak in character ضعيف الشخصية insatiable مفجوع أو أكول prefers eating hunting to doing actions so I don't think that he is qualified to be a leader. That in my opinion. Good. Question number 13 بيقول Joseph the servant gives the cakes to the king at the end of his meal. The king praises his brother Michael saying well done Michael. He knows me well. What does this tell us about the king? المستر بيقول هنا ان لما جوزيف اللي هو الكينج السيرفنت الخادم الخاص بتاع الكينج قدم الكيكس للكينج فالكينج بيقول ويل ذا مايكل احسنت يا مايكل ماي براذر نوز مي ويل اخويا عارفني كويس ما انت راجل نايف اصلا ما انت راجل ساذج اصلا وهبل هو طبعا كده ده بيبين لنا ان ذا كينج اوف روريتانيا رودولف الفبرج از ان اوير مش واعي اوف هيز براذرز باد انتنشنز مش واعي بالنوايا الشريره بتاعت اخوه His brother, Michael, exploited well. استغل كويس جدا جدا his brother's weaknesses, نقاط ضعف بتاعت اخوه. He knew that his brother was insatiable, أقول, fond of eating, hunting, more than doing action, and offered him poisonous cake. The king ate them hungrily. The king أكلهم بفجعة, as if they were the first thing he had eaten all day. اتخيل بياكلهم كان واحد بطنه فاضيه بعد كل الاكل اللي كله ده كله يبقى الراجل نايف didn't understand
his brother the trap so as to get rid of him. Okay. Question number 14 بيقول why do you think Rassendyll wasn't as sick as the king after eating the cakes? تمام. المستر بيقول هنا هو ليه تعتقد ان راسندل ما كانش ما تسممش زي الكينج؟ احنا قلنا السؤال ده من شويه في السؤال اللي قبليه بالظبط. We knew that Rassendyll ate only one cake for a reason. He ate enough of food. كل طعم كفايه جدا فالراجل ما كانش عنده سبيس مساحه ياكل غير only one cake. Contrary to على النقيض من رودولف الفبرج الكينج بتاعنا اللي قلنا عليه راجل انسيتشبل راجل اكول راجل ايت ا لوت اوف كيكس از اف دي وير ذا فيرست ثينج هي هاد ايتن اول داي وبالتالي الايفكت بتاع البويزنس كيك اون راسندل واز ليتل بس ذا ايفكت اوف ذا بويزنس كيك اون ذا كينج واز جريت هي واز انكونشس كان فاقد الوعي هيز فيس واز ريد هيز بلد واز سلو اند ويك He was unconscious because he ate a lot of cakes. Good. Question number 15, Buell, do you think that the king and Rassendyll have things in common? Explain. هل تعتقد ان راسندل والكينج في شيء منهم مشترك؟ احنا ممكن نجاوب الاجابه للسؤال ده باجابتين اثنين. I think that both of them have something in common. اعتقد هما الاثنين في شيء مشترك بينهم. Both of them prefer بيفضل الايزي لايف. ده اللي قلنا في حاجه مشتركه بينهم. Both of them have the same red hair. وممكن اقول I don't think so. عشان هما they are different in personalities. Rassendyll was a good fighter, but the king wasn't a good fighter. Rassendyll was good with a gun, strong toward this man. But the king wasn't. يبقى ممكن نجاوب هو في شيء مشترك؟ اه بينهم الاثنين. هكاتب بيحب الايزي لايف. ممكن اه مفيش حاجه مشتركه ده في اختلاف في الشخصيه. تمام. هننتقل لمستر خالد عطيه ونشوف السؤال اللي بعد كده بيقول ايه. Question number 16 بيقول How do you think that Rassendyll knew it was the cakes the king ate that caused him to be so ill? مستر احمد بيسال بيتكلم ان ازاي هم عرفوا ان الكيك هو كان السبب الرئيسي في تسمم الملك يعني اوكي طبعا احنا من دراستنا طبعا كل اولادنا درسوا الاحداث وعارفين after eating the poisonous cakes بعد ما كلوا الكيك السام ده the king was unconscious الملك كان فاقد الوعي so Rassendyll began to deduce ابتدى Rassendyll يستنتج what the reasons are يا ترى ايه اسباب الموضوع ده When Sept asked him, فلما سبت سأله, Do you think he was poisoned? هو السمم ولا إيه؟ قال له, Yes, I think so. أعتقد أنه السمم. And وقال له السبب إيه؟ It must have been those cakes that he ate last night. أكيد هو الكيك هو الإيه اللي كلو. إمبارح هو السبب. طب إيش معنى الكيك؟ ما هم في كلوا أكل كتير كلهم مع بعض. العشاء كله يعني. ببساطة كده, All of them ate the same kind of food. كلهم يا جماعه كانوا كلوا من نفس انواع الاكل الموجوده جوزيف سيرفد ذم ذا سيم جوزيف كان جايب لهم الاكل واحد كلهم تمام فذا كينج رودولف الفبرج ايت ذا سيم فود ويتش راسندل ساب اند فريتس اولسو ايت فكلوا كلهم نفس الايه الاكل سو اف وي اسك اور سيلفز فلو سالنا بقى السؤال اللي مستر احمد قاله واي دو وي ثينك ليه في اعتقادنا ذيس از ذا بويزن ان هو ده ايه السم هو اللي سمم ليه الملك بالذات هو اللي سمم ببساطه بيكوز هي ايت ماتش فود اوف ذا كيك كل كتير قوي من الكيك راسندل زي ما مستر نبيل تفضل وقال ايت اونلي جاست ا بيس كل قد ايه يا جماعه جاست وان بيس اوف كيك سو هي وازنت بويزند ما سممش اور ذا بويزن مي هاف ا ليتل افكت او جايز السم ليه تاثير بسيط عليه فما ظهرش طب بالنسبه لسابتا وفريتس سابتا اند فريتس didn't eat any cakes زي ما انتم عارفين من الدراسه ما كلوش اي حاجه so the cake or the poisonous cakes had no effect at all on them ما كانش ليه اي تاثير عليهم who is the only one who had been affected طب مين الوحيد اللي اتاثر رودولف الفبرج ذا كينج why because he ate a lot of cakes كل كتير من الكيك
زي ما مستر نبيل تفضل وقال. That's all. تمام. Question number 17 بيقول unlike Fritz and Sept بيقول سوري unlike Fritz Sept proved to be smart and wise. Do you agree or not and why? This is really a good question. When you compare between Fritz and Sept. سؤال كويس لما نقارن يا جماعة بين Sept وFritz لأن every one of them has a different personality. كل واحد ليه شخصية. For example, Fritz is always rash. Fritz دايما مندفع. But Sept is always careful and cautious. دايما حريص ومركز شوية إيه Sept. طبعا لازم تثبت الكلام ده زي ما اتفقنا أولاد بأحداث من القصة. فلو قلنا مثلا Why do you think that Fritz was rash? ليه Sept مندفع شوية ومتهور؟ فممكن مثلا نقول After the king had been poisoned بعد ما الملك السمم and was unable to attend the coronation وأصبح غير قادر يا جماعة على حضور التتويج كان رأي فريتس إيه لو إحنا نفتكر طبعا فريتس wanted كان عايز يعمل حاجة عايز يأجل wanted to tell people that the king was ill كان عايزهم يا جماعة خلاص سهلة نبلغ الشعب إن الملك عيان so that we can postpone or put off the coronation فنأجل عملية التتويج okay this is Fritz's opinion ده كان رأي مين فريتس okay but Sept had another one لكن زي ما انت قلتوا كده سبت كان ليه رأي تاني ايه لما فريتس اقترح كده وده يبين بقى ان سبت was careful and cautious حرص سبت سبت was an old hand soldier old hand قلنا بمعنى a person who has much experience انسان خبرة تمام فقال ايه بقى سبت من تركيزه كده وحكمته قال we can't do this most people are waiting most army are waiting too زي ما مستر خالد قال ان الشعب كان منتظر والجيش كان منتظر فهنبقى now we are going to be in a critical situation critical situation هنبقى في موقف محرج everything is already planned and arranged لان كل حاجه خلاص اتخططت واتظبطت today the coronation must be held لازم يعقد الايه الكورونيشن النهارده يبقى Sept was careful وقال كمان ايه if the king isn't crowned today لو لم يتوج الملك النهارده I don't think he will ever be king. عمره ما هيشوفها وعمره ما هيبقى ملك تاني. يبقى الموقف ده يبين ان سبت ايه؟ was careful and cautious. وطبعا نفس السؤال ممكن يجي لنا بصيغه ثانيه لنفس السؤال اللي مستر احمد تفضل وقاله. هيقول لك ببساطه سبت was careful and cautious. Is that right? هل حقيقي ان سبت careful حريص كده شويه؟ هتقول نفس الايه؟ الكلام. عشان كده you may have just one answer for many questions. ممكن يبقى عندك إجابة واحدة تصلح لعدة أسئلة يبقى الموضوع زي ما قلنا من شوية معتمد على إيه؟ ها؟ أسمعها منكو؟ أيوة الفهم مش معتمد على حفظ حاجة برافو عليك أولاد تمام؟ this is the right answer I think okay question بعد كده بيقول number 18 what do you think Sept means by saying that nothing is safe anywhere مستر أحمد بيسألنا وبيقول لنا يا جماعة يا ترى كان يقصد ايه سبت لما فريتس بيقول له احنا كده الدنيا امام وتمام قال له nothing is safe anywhere حكمه كويسه في الحياه يا جماعه الدنيا ما فيهاش امان وما فيش حد امن خالص يقصد ايه سبت لو جبنا الموقف كده ان after Rassendel او after Sept and Fritz had already locked Johann's mother in the cellar with the king بعد ما حبسوها فريتس كان عايز يطمن فقال له is everything safe now يا ترى كده انت مأمن الدنيا والدنيا تمام رد سبت قال له nothing is safe anywhere مفيش اي امان في اي حته but we must do our best بس لازم نعمل اللي علينا ونتخذ احتياطاتنا اوكي يقصد ايه بقى ان مفيش امان هو عمل اللي عليه خلاص now Sept did his best عمل اللي عليه وزي ما وضح مستر خالد وقال he looked Johann's mother هو حبس او مستر صلاح وقال هو حبس Johann's mother ام يوهان ليه so as not to tell anyone about the secret plan of attending the coronation concerning Rassendel طبعا عشان ما حدش يقول الخطه اللي فيها Rassendel دلوقتي instead of the king بدل الملك فهو عمل اللي عليه ولكن ما حدش كان عارف ايه اللي هيحصل احنا عارفين طبعا وانت اولادنا عارفين ان مايكل وود كام او مايكل زمان وود كام earlier هيجوا رجاله مايكل اوف كورس طبعا نواياهم كانت ايه يا جماعه they wanted to kill the real king عايزين يخلصوا على الملك فهنا سبت يقصد يقول perhaps Michael's men have already found this man in the cellar كانوا ممكن يلاقوا الرجل دوت اللي هو الملك and Johann's mother too وكمان Johann's mother so Johann's mother
might have told them the plan. كانت ممكن تقول لهم الخطة فنتيجة ده هيحصل يا جماعة. ها؟ أيوة بالظبط. The real king would be killed or might be killed. الملك كان هيتقتل فعلا في الوقت ده. سابتا عند فريتز وراسندل. سابتا وفريتز وراسندل has already or have already left for the coronation. خلاص طلعوا على coronation. But who knows؟ مين عارف كان هيحصل ايه يا جماعة؟ They might have been discovered. كان ممكن حد يكتشف الخطة بتاعتهم. So ايه اللي هيحصل في الوقت ده؟ They all of them might have been killed at this time. كانوا ممكن يتقتلوا كلهم. عشان كده سبت بيقول nothing is safe anywhere. مفيش اي امان في اي حتة من طرحنا. ودي حكمة في الحياة يعني. جميل. Question number 19 بيقول why do you think Fred's told the station guard that the king had changed his plans. مستر احمد بيسال ليه فريتز لما وصلوا المحطه، طبعا انتوا عارفين هم كانوا في الهانتنج لودج، هيروحوا زيندا ستيشن محطه زيندا عشان يروحوا سيرلساو ذا كابيتال سيتي. فسؤال مستر احمد، هم ليه لما راحوا هناك، طبعا كان مستر خالد وضح ان الجاردس وير سربرايز مندهشين. ففريتز قال لهم ذا كينج تشينجد هيز بلان، الملك غير الخطه يا جماعه. ليه؟ طبعا هو مين اللي بيتحرك؟ This is the king of Britannia. ده ملك البلاد. وانت عارف طبعا تحركات الملوك والرؤساء بحساب. There is usually there is time, certain time to do this. في توقيت معين للقيام بذلك. واحنا فاكرين بقى ان سبت كان من ضمن خطته قال لهم ايه؟ قال لهم we wanted to leave earlier. احنا هنمشي بدري. We are not waiting for Michael's men. مش هننتظر وجود رجال مايكل يصطحبونا كما هو مخطط سابقا يعني. لا. We are going to surprise them and leave earlier. هنمشي بدري. عشان كده because they left the hunting lodge earlier، عشان سابوا الهانتنج لودج بدري يا جماعة، they reached the Sirsa أو Zinda station earlier. وصلوا محطة زيندا بدري. فطبعا تيجي ازاي؟ لا وإيه؟ The king، مين اللي وصل؟ The king sap Fritz، okay؟ Without many guards، ومعهمش حرس. فبرضه مش من الطبيعي إن الملك يمشي إيه؟ بدون إيه؟ أيوه بدون حرس. عشان كده people at the station guards and officers were surprised there. الناس استغربت من حاجتين. Because they arrived earlier than they were expected، عشان وصلوا بدري عن المتوقع ليهم. And there were no guards with the king. This is unusual. وطبعا في حاجة غريبة مستر، ان ما فيش معاهم حرس، وده مش من طبيعة الملوك وايه والرؤساء ان يمشي كده. فقبل ما يشكوا they may have suspected the king or discover the plan. فممكن يشكوا في الملك طبعا ويكتشفوا الخطة. فلحق الموضوع فريتز، وده برضه يحتسب هنا موقف ذكاء ليه، وقال لهم ذا كينج تشينجد هيز بلان. حركه تمويه يا جماعه، تمام؟ حركه يعني اجراءات امنيه كده، الملك بس مجرد غير الخطه بتاعته. This is the answer I think. جميل. Question number 20 بيقول when Rassendyll says the king is hungry what does this tell us about him؟ تمام. مستر احمد السعيد بيسالنا هو لما راسندل قال انا جعان يا جماعه وعايز افطر دلوقتي، ده بيوضح ايه في راسندل او في شخصيه راسندل؟ طبعا هو الموقف من بدايته after getting off the train، بعد ما نزلوا من القطر راسندل wanted to eat to have breakfast، كان عايز يفطر. Of course he arrived earlier than they were expected as we said، كان وصلوا بدري زي ما قلنا. So he had already much time to do this، فكان قدامهم شوية وقت إنهم ممكن يقوموا بدوت. عشان كده الملك قال إيه؟ The king would like to have breakfast. أنا عايز أفطر يا جماعة. مستر أحمد بيسألنا السؤال في الموقف ده يوضح إيه في شخصية راسندل؟ قبلها راسندل was nervous and worried، كان قلقان شوية. But Sept tried to make him calm، حاول سبت يهديه شوية. وفعلا اتأثر راسندل دلوقتي وباين من اتخاذ قراره إنه عايز يفطر. He wanted to replace the king well. خلاص بيحل محل الملك بقى. He began to have self-confidence and trust. ابتدى يا جماعة يكتسب الثقة بالنفس and to be able to pretend to be the king well. وابتدى يتظاهر فعلا أن الملك بشكل جيد. Of course he gained much trust. ابتدى يكتسب الثقة and he became relaxed. وبقت أعصابه هادية. So he began to perform his role well. وابتدى يقوم بدوره كويس. جميل. Thanks مستر خالد. ننتقل عند مستر خالد عبد الهادي والسؤال نمبر 21 بيقول between inverted commas God save both kings
What do you think Sept means by this? سؤال مستر أحمد بيقول لنا God saved both things. What does Sept mean? عاش الملكين. طبعا لما نفتكر كده الموقف لما راسندن نزل في الستيشن طبعا people gathered في ناس تجمعوا وبدأوا يقولوا God saved the king, God saved the king, عاش الملك, عاش الملك. طبعا سبت كان كل شويه يقول God saved both kings, God saved both kings. طب سبت what does it refer to؟ قصده ايه بكده؟ طبعا سبت wants to refer to Rassendyll and the king. سبت worried about both of them. الآن عليهم هما الاثنين. The king is locked in the cellar. موجود في القبو طبعا اللي هم حطوه فيه. But Sept was still worrying that Duke Michael's men could find him. كان لسه قلقان من ان رجال الدوك مايكل ممكن يروحوا سورش ذا هاوس يفتشوا في البيت ويلاقوه. Kidnapped him, kidnapping him, يخطفوه or kill him او يقتلوه. وده فعلا اللي حصل بعد كده هم خطفوه. طب يبقى قلقه هنا كان في محله. في نفس الوقت he refers to Rassendyll and he is worrying about هو قلقان من ايه بقى؟ من ان دوك مايكل or Marshal Strachan or anyone could realize that Rassendyll is not the real king. مش هو الملك. وكان خايف كمان من ان دوك مايكل could kill Sept, kill Fritz, kill Rassendyll. فكان قلقان عمال يقول God save both kings, God save both kings, عاش الملكين. يبقى هنا refers to who? تشاور لمين او بتشير لمين؟ It refers to Rassendyll and the king. Good. Question number 22 بيقول Do you think Michael was deceiving the poor people by giving them hope for a better future and why? This is a very main and important question. سؤال رئيسي جدا جدا مستر أحمد بيسألنا دلوقتي. Do you think that Michael was deceiving the people? هل مايكل كان بيخدع الناس by giving them promise with doom وعد with a better future بمستقبل أفضل؟ Sure, he was deceiving them. He only wants to be the king. هو عاوز يبقى الملك بس. The man who kidnapped his brother or tried to kill him. الأخ أو الرجل اللي يخطف أخوه وما عندوش مانع أن يقتله كمان could deceive all people. يقدر يخدع الناس كلها. Duke Michael was only giving them a promise. But in the reality, في الحقيقة بقى He was deceiving them. كان بيخدعهم. But you cannot deceive all people all time. تقدرش تخدع الناس طول الوقت. لو نفتكر كده جورج فيذرلي اللي هو صديق راسندل قال له I think that the Duke doesn't want only to be the king. مش عايز يبقى الملك بس. كان عندنا كمان the inn owners صاحبة الفندق قالت له I am sure that Duke Michael wants to be the king. أنا متأكد إنه عايز يبقى الملك. So they cannot be friends. زي ما قال لنا كده مستر نبيل ومستر خالد. كمان مارشال استراكنج was loyal to the king. فلافيا بعد كده حضرته وقالت له take care of yourself but I cannot tell you now. مش هقدر اقول لك امتى بس خد بالك من نفسك. كل الناس كانت فاهمه ان دوك مايكل طبعا في الحكم الا زي ما قال مستر نبيل كده the king. He was naive. كان ساذج. كان اهبل يعني زي ما بيقولوا. جميل. Question number 23. What do you think Michael would feel if he saw the king and Rassendyll together? السؤال طبعا بيقول مايكل كان هيشعر بايه لو شاف the king and Rassendyll together. Like all people but more than that. هو يبقى زي الناس بس اكتر شوية. طبعا الناس لو شفنا الجاردس لما شافوا Rassendyll they stared at him استغربوا. حتى زي ان owner's daughter she stared she was surprised كانت برضو متنحة كده وعمال تقول ده شكل الملك. طبعا لو مايكل saw them together حتى الملك سأل نفس السؤال ده وسأل سبت وفريدز what would Michael what would my brother Michael say if he saw us together لو شفنا مع بعض ساعتها سبت وفريدز رفضوا طب لا هيحصل ايه بقى اجابة السؤال sure he will be surprised shocked هيبقى مستغرب طبعا مصدوم because he couldn't believe that there is another one who exactly looks like his brother good question number 24 بيقول the king was completely dominated by Michael in Zenda. Illustrate. Okay. The king was completely dominated. الملك كان تماما مسيطر عليه في زندا. عن طريق مين؟ عن دوك مايكل. ودي الحتة برضو مستر صلاح أشار ليها.
and he knows that the weak point of his brother, he knows that he likes food and the good hunting. هو عارف نقطة ضعف أخوه. هو عارف إنه بيحب الأكل. وعارف إنه هو أول ما يشوف الأكل هياكل. he was sure. So he ordered Joseph. He ordered, خد بالك من الكلمة, he ordered Joseph. حتى جوزيف هو بيقدم الأكل عشان في بعض الطلبة بيستغربوا بيقولوا مستر هو جوزيف اللي بلاقه للملك ولا لأ؟ طب لو هو ملاقه للملك طب قدم له الأكل الكحك المسمم ليه؟ وهو كان عارف ولا لأ؟ طبعا هو ما كانش عارف والدليل على كده إن جوزيف sacrificed his life ضحى بحياته in trying to save the king في محاولته ينقذ الملك so he was killed اتقتل دي حاجة. الحاجة التانية إن جوزيف وهو بيقدم له الكيكس قال له إيه بقى في القصة لو أنت مركز بقى الطلبة بتوعنا I was to give you this at the end of the meal. I was to. I had to. الماضي بتاع ماست. أنا كنت مضطر أقدم لك ده. أنا مضطر أقدم لك ده. فجوزيف طبعا كان مضطر أنه يعمل كده. يبقى الملك بقى نرجع بقى للسؤال. زي الملك كان تم السيطرة عليه. Duke Michael introduced poisonous cakes to him. And he was sure that his brother would eat a lot of it. كان متأكد أنه هياكل كتير. Why? Because he likes food and hunting. And that's all. جميل. Question number 25 بيقول why do you think it was impossible to wake the king up in the morning of the coronation day? سؤال مستر عهد بيقول لنا why it was impossible ليه كان مستحيل to wake the king إن نصحي الملك in the coronation day في اليوم اللي عليه coronation بتاعه. زي ما مستر نبيل طبعا تفضل وقال لنا the king ate a lot. كل كتير جدا. طب لو جالي سؤال يقول لي Do you think that Rassendel was poisoned؟ تفتكر راسل اتسمم ولا لا؟ زي ما دايما مستر خليل يقول لنا كده ممكن تقول ممكن تقول لا حسب فهمك للقصة أهم حاجة تديني الدليل فممكن طالب يقول لك Yes Rassendel also was poisoned. Why? Because Sept had to throw water on his face. ده Sept كان لازم يرمي مية على وشه ولما صحي Rassendel وقال له It wasn't funny. بتهرج ولا إيه اللي بتعمله ده؟ رد عليه وقال له Nothing else would woke you up. مش حاجة تانية هتصحيك يا راسل. احنا عاملين نصحي فيك انت مش عايز تقوم. جميل. ساعتها فريدز راح ماسكه من ايده وقال له Come and see the king. تعالى شوف الملك ولما راح شاف الملك مش قادر بقى الملك يصحى عليه ومش قادر يفوقه ليه؟ نركز بقى. Because he ate a lot of poisonous cakes. His face was red. وشه كان احمر. His pulse was weak. ضبطه كان ضعيف جدا. He could breathe heavily. وبيتنفس بصعوبة. So it was so difficult. حتى فريدز قال ايه؟ Even a thousand دكتور wouldn't make him better that day. حتى ألف دكتور مش هيخلوه أحسن لأنه كال كتير جدا زي ما قلنا كده ذات الزعن سلسل. جميل. ننتقل لمستر صلاح عبد الله والسؤال بيقول question number 26 Rassendel was less committed than the king see why. هنا يا جماعة السؤال المستر أحمد بيوجهه إن Rassendel less committed يعني than the king إن هو الاثنين حصل لهم إغماء لكن الإغماء عند Rassendel كان أقل. لما نجاوب السؤال ده هنا لازم نوضح إن Rassendel ate only one cake. So he ate a little poison. After that, Sept and Rassendel, Sept and the Freds could walk him easily. But the king ate a lot of cakes. So he ate a lot of poisons. They couldn't walk him at all. يبقى هنا يا جماعة بنقول ليه الكومنتس الإغماءة اللي عند Rassendel كانت أقل من الملك. Rassendel كان كيكة واحدة فالسم كان تأثيره قليل فقدروا يصحى بسهولة. أما الملك فأكل a lot of cakes. So he ate a lot of poison. They couldn't walk him at all. ما قدروش يصحوه على الإطلاق. يبقى هنا because Rassendel ate only one cake and the king ate a lot of cakes. Good. Question number 27 بيقول the Duke's illegal ambitions made him a criminal. Do you agree and why? Of course. I agree that Michael's ambitions made him a criminal. He tried to poison his brother to prevent him from attending the coronation. So Michael could be the king. يعني هنا طبعا طموحات مايكل هنا
سؤال بيقول طموح مايكل ده جعله مجرم كريمنال اوف كورس. طب ازاي؟ هو حاول ترايد تو بويزن هيز براذر، حاول يسمم اخوه تو بريفنت هيم ليمنعه فروم اتندينج من حضور الكورونيشن اند هي كود بي ذا كينج. في نهايه الشابتر ده يا جماعه ده يعتبر كده اهم الاسئله اللي احنا تناولناها بالنسبه لشابتر 2 من خلال الكريتيكال ثينكينج زي ما اساتذتنا الافاضل تناولوها معانا. وطبعا عايز اقول تنويه بسيط، انا موقعي هنا بس عشان بلقي الاسئله، انما كلهم اساتذتي كبار. وعايز اقول لكم من وانا لما كنت طالب في ثانويه عامه انا كنت بذاكر في الورق بتاع مستر نبيل بكير، فكلهم اساتذتي تمام. بنوضح بس المعلومه بس للناس يعني. تمام. وان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله. وشرفتونا مستر نبيل، مستر خالد عطيه، مستر خالد عبد الهادي، مستر صلاح عبد الله، وان شاء الله نراكم في حلقات قادمه ان شاء الله. شكرا.